الاهتمامات متاع المجتمع هو اهتمامنا، الاهتمامات متاع الدولة والمشاركة في التنمية والتنمية المستدامة ذلك هو أعلى مستوى من الاهتمامات متاعنا. وفي هذا الصرح العلمي لإطلاق فعاليات أسبوع المقاولاتية الخضراء، تتشرف ولايتنا المضيافة بتنظيم أسبوع المقاولاتية الخضراء بجامعة فرحة عباس سطيف واحد، وهي فرصة لتهنئة فريق الجامعة على الاستحقاق المتحصل عليه من خلال إنجازاتها في مجال البحث العلمي وتصنيفها من طرف مؤسسة تايمز هاير إدوكيشن ضمن أحسن 500 جامعة في العالم. Thank you.